سالي، اليوم رح نحكي عن موضوع يمكن أغلب العالم ما بينتبهوا له، وحتى أغلب الشباب. صح، سالي، قديش شفتي سالي الشباب عندهم مؤهلات علمية وعندهم يمكن شهادات ودورات تدريبية عاملينها، بس للأسف ما بيعرفوا لما يقدموا على وظيفة إنه يقدموا حالهم بشكل صح مثل ما نحن بنقول، ويكسبوا بالتالي هي الوظيفة. قديش شفناها؟ صحيح، وكثير وعم يسبب حاله من الاحباط عند الشباب، ويمكن بيفقدوا الامل. يعني مع انه ليك الفشل هو طريق للنجاح، ولكن الشاب بس يكون طاقه خارج الجامعه بده يفوت على مجال العمل يلاقي هذا الشيء مسكر عنده، فعم يسيبه احباط. صحيح، أكيد سالي، اليوم رح نحكي بشكل مفصل عن طرق التقدم إلى وظيفة، وأيضا شو هي المؤهلات، وكيف ممكن يكون الشخص مقنع بطريقة صحيحة وبالتالي يكسب شغله ويكسب هي الوظيفة. كل هاي المعلومات أكيد رح نحكي عنها مع الدكتورة فاتن نظام، اختصاصية بالتنمية البشرية. سعد صباحك. صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، ضيفتنا صباح. الدائمه. تسلمي لي. اكيد بصباحنا غير، واليوم موضوعنا شوي يمكن بمس كل شاب وشابه مقبلين لسوق العمل، لاثبات ذاتهم، لتحقيق الشيء اللي هن سعوا له من قبل كدراسه كمرحله جامعيه، ولكن دائما الشخص خبرته العمليه بتكون هون صفر بالبدايه، فبده يفوت يقدم سي في ويعملوا له خلينا نقول مقابله لانه يدخل العمل، ولكن هو بيتلبك باول مقابله دائما في تلبك. يعني مثل ما بنقول فرح، مثل ما قلتي انه مو دائما اول ما يفوت على الوظيفه فهو حيكسبها. خلينا نحكي كيف لازم يتحضر لا هو يعمل هيدي المقابلة، كيف لازم يجاوب على الأسئلة، شو الإشارات أيضا اللي لازم تكون بشخصيته كبدي لانجويج كأي شيء تاني. أول شيء هذا حقيقة موضوع كتير مهم، لأنه نحن صرنا بحاجة أنه نحن كيف بنشتغل، كيف أنا بدي أقدم حالي، سوق العمل شو متطلباته. يعني كتير مهم هلأ في أنا مثلا دارسة أو شغل على حالي، بس أنا في فجوة بين اللي أنا شغلته وبين سوق العمل هو شو بحاجة. فدائما نحن في عنا نبدأ ماذا نحتاج بالضبط. يعني كل واحد فينا له شخصيته المستقلة عن الثاني، يلي هو أحيانا يمكن أنت تفقدي مهارات التواصل اللي هي ما قدران أنت توصلي رسالة بالشكل الصحيح. يمكن أنت عندك الكاريزما، عندك الحضور، ولكن ما عندك المفردات الحقيقية الصحيحة اللي بتناسب المكان والزمان اللي أنت عم تشتغل عليه. ممكن كتير يمكن البادي لانجويج يخونك، يلي هو كتير مهم استخدام الأمثلة للغة الجسد، يلي هي دائما منقول أنت بدك تقدم صح، وقف على المراية، شوف، احكي، تمام؟ صح. فأنت هي الصورة اللي أنت بتشوفها هي الإيماءات اللي حتوصل للعالم. فكتير عنا يمكن أحيانا علاقات بتنتهي حقيقة هي من سوء التصرف أو سوء يمكن إيماء غلط، يمكن حركة عين، في ناس كتير بتعمل حركة بتمها غلط. صح. يمكن حركة بإيدها، تمام؟ أو يمكن اللفتة اللي أنا بكون عم بحكي أنا وياك، الاسترسال اللي هو كتير مهم بمهارات التواصل، فأنا أعمل شرود معين فهذا بيعمل لي قطع للتواصل. فكرمال هيك شو المهارات؟ نحن في عنا شيء اسمه برنامج إعداد المدربين. هذا إعداد المدربين يلي هو كتير مهم حقيقة هلا بالفترة القريبة يلي كتير عم نسمع فيه. شو هو إعداد المدربين؟ يلي هو اسمه TOT، تمام؟ يلي هو أنا بعمل إعداد لهذا الشخص، مو بالشرط، يعني هون في عنا شرط، يعني مو شرط إنه أنت تعمل هذا البرنامج تطلع مدرب، تمام؟ هو تكون قائد بمجاله. وحقيقة نحن هلأ بحاجة إنه نحن يكونوا هالشباب هن اختصاصيين وقائد بمجالهم، ما عبدنا نسخ لصق عن حدا، كل واحد له بصمته الخاصة. أنا عندي مادة علمية ولكن لا، ما عم بقدر برمجها صح، أعطيها صح، انقلها صح. فهون نحن يبدأ مهمة إعداد المدرب يلي بينشغل على المدرب بـ30 ساعة. أنا شو بدي أعطيه من مهارات، واهم شيء انا بدي اكون واثقه من الماده العلميه، بدي يكون عندي الثقه بنفسي بالاعطاء. تمام. كمان اليوم كثير من الشباب والصبايا بيسالوا انه دائما في يمكن كلمات مفتاحيه، ان كان للاشخاص اللي بنقعد معهم وبدنا نقدم لهم الوظيفه ونقدم حالنا ونسوق حالنا بطريقه صح، وكمان كلمات مفتاحيه لحتى نشجع حالنا وننزل بثقه. خبرينا اكثر، هل هذا الشيء صح؟ وكيف ممكن الشخص يدعم حاله وكمان يسوق لحاله بشكل صح؟ كثير مهم الكلمات. نحن دائما ليش عم نقول استخدام الامثله للغه الجسد، تمام؟
ما انت تكون في عندك دائما الكلمه اللي هي طالعه، دائما نحن بنقول الكلمه اللي بتطلع تمام دائما بتحسي فيها بتشعري فيها قبل ما تحكيها، تمام؟ كيف انت اذا دعمتيها بشغلتين اساسيات يلي هي نبره صوتك والبدي لانجوج تبعك، فانت 100% حتاخذي الشيء اللي بدك اياه، حتوصل الرساله صحيحه 100%. الشغله الثانيه نحن ما بقى نشتغل على تفاصيل الرساله، الرساله لازم تكون واضحه محدده، يعني انا عم بحكي انا وياكي انا عم اوصل لك كلمه يلي انت بحاجه لها، ما عاد بدي انا، لان اول شيء ما عاد عندنا وقت وما لنا خلق، وبنفس الوقت انه اعطيني من الاخر شو بدك، تمام؟ هذا كثير مهم، انه نحن هلا بوقت سرعه، اللي ما بيكون عم يواكب السرعه والتطور اللي هلا موجود هو حيبقى خلف العالم، فكرمال هيك نحن الاسلوب كثير مهم، حتى مو بس الاسلوب، مو بس اسلوب الكلمات، حتى اسلوب اللباس كثير مهم، يلي انا خليكي تتواصلي معي على المده الاعلى والمده الاطول، يلي مثلا ما تنقول نحن بالتدريب لازم تشتغل المدرب مع المتدربين كيف انت مع العالم، الالوان الهاديه يلي انت حترتاحي نفسيا، يعني يكون لابس مثلا احمر او الالوان المعجوقه او المعرقه او كذا مثلا القويه، التواصل اول شيء حتنشدي اوكي حتنبهري اول خمس دقائق، ولكن بعدها حيصير فصل تتعب العين من زياده الالوان القويه. فكرمال هيك نحن كل مكان له اسلوبه، له كلماته، له مفاتيحه، حتى له لباسه، اناقه ولباقه الشخص كثير مهمه، خاصه نحن هلا الانطباع الاول اللي هو اول 13 ثانيه بقول لك حبيتك او ما حبيتك، فهي تبدا بالشكل العام، بالشكل وبمسمى الاسلوب. نعم، يعني ايضا في فكره انه في شاب او صبيه بفوتوا مثلا ليعملوا انترفيو لشغل، هن عندهم القدره يعني خلينا نقول في ذكاء في مهارات، ولكن هن خجولين وممكن يتلبكوا، بيعملوا حركات، ممكن يحطوا ايديهم هيك، صحيح. ممكن ياخذوا وقت ليجاوبوا على السؤال، وهذا الشيء يمكن يخلي اللي عم يعمل معه المقابله انه لا، يعطيه فرصه ثانيه انه لا بعدين بنرجع نحن بنحكيك، ما دغري ياخذ فرصته. قديش مهم انه في شغلات يتجنبها يلي بده يروح يعمل هيدا المقابله، ويكون يعني في اخطاء معينه بيقع فيها، حرام هو بيكون شاطر جاهز. وذكي وجاهز، طبعا. بس ما في، ما عم يقدر يعبر. نحن بيجينا كثير شباب لانه انا السي في تبعي كثير مرتب وكثير قوي وكثير في مهارات، بس انا ما انقبلت بالوظيفه. طب هي الفكره الاساسيه، المقابله شو نعمل فيها؟ هون السؤال يعني انا لازم احط تحته ثلاث اربع خطوط. صحيح. اول شيء في عنا كثير مهم القعده، كتير مهم. انا ما تنقول الجلوس او القعده كتير هي بتعطيني يا شخص واثق من حاله او لا. دائما نحن بنقول انه انت بدك تعطي انطباع صحيح، فلازم الاكتاف تكون جالسه، ما بدك تكون نازله ولا انه تاخذ راحتك بالقعده على الكرسي، فهذا كتير لازم ينحكى فيه. شغله كتير مهمه، نحن في عنا في ناس بتعمل هي الحركه بايدها هي طول الوقت، فهذا بيعطي انطباع انه انت متوتر، واضح انه انت متوتر، او يمكن يضغط يسكر هيك بايديه طول الوقت. هاي. او في عندي شباب مثلا بتصير بتهز باجره، او صبايا هي الهز بالاجر بيعطيني انه انت ملك مرتاحه، تمام، فهذا بيعطيني كمان قطع. في عندي الاسئله اللي هو في الشباب اللي هي عندها نوع من الخجل، ما تنقول نحن انت واثق تمام من الشيء اللي انت بدك اياه، واثق من معلوماتك، تمام، ما انا بدي عندك مشكله مثلا بكتافك، انا بقول له البس جاكيت، تمام، كثير مهم، لان هي الاكوليت هي بتعطي قوه عرض، وبنفس الوقت اخذ مساحه فما عاد عنده انحناء، هي واحد، هي للصوره البصريه. اما نحن بالنسبه للالقاء، الالقاء كثير مهم، انه انا مثلا شوف الشخص الثاني، يعني نحن في عندي مهاره كثير مهم هلا صرنا بوقت نقرا الاشخاص، يعني هلا انا وياك عم نحكي، ايمائك اللي انت عم تهزي مثلا براسك عم يعطيني استرسال بالحديث انه انت معي على الخط، فانا عم بستمر بالحديث، هذا الشيء لازم نحن نشتغل على اساسه، حتى الحركات، حتى الاسلوب التعاطي، دائما نحن ما بدنا نشتغل على لا الاسئله المفتوحه ولا الاسئله المغلقه، يعني مثلا تقولي لي عندك مهاره فلان، بقول لك ايه عندي وبس، لا انا بدي اعطيك كمان جملتين، لا انا حاعطيها لاعطيه انه انا شو شاغله، انا شو عامله، هذا كثير مهم. اما مثلا ما نفتح مثلا يحكي لي مثلا شو عامله بحياتك، وانا بلش واحد اثنين ثلاثه، كمان ما بدها التفاصيل بالاسئله، فنحن هون الاسئله لازم تكون على قد الجواب، ولكن لا تكون مغلقه ولا تكون مفتوحه، هذا كمان بيعطي اريحيه للاتش ار او المكتب اللي هو تبع التوظيف، هذا كثير مهم للاستمراريه وناخذ فرصه العمل. تمام، من الاسئله
اللي كثير من الشباب والصبايا بيسألوا هو انه شو هي العقبات يلي ممكن تواجهني وما بكون حاسب لحساب او حتى مفكر فيها؟ هلا احنا اكثر سؤال هو بينسأل مثلا وبفوتوا فيه يعني بتضايقوا منه، هو قد ايه كنت تاخذ اجر مطرح ما كنت، او انت ليه حابب تتوقع انه تاخذ اجر، او انت ليه تركت المكان اللي كنت فيه. هذا هون نحن بنبلش بالاتش ار، انه هون ببلشوا انه نساله، بنقول طريقه استفزازيه لشوف انا شو بده يحكي. ما تنقول نحن قد ايه انت ليه تركت، كثير مهم انا اكون حذره بهذا السؤال، بمعنى انا ما اعطي ولا كلمه على المنشاه اللي كنت فيها او المؤسسه اللي قبل انا كنت عم بشتغل. قول انا اشتغلت وكذا، بس انا حاسس طموحي عندكم، يعني اعطي صوره ايجابيه ممكن طور حالي. تماما، عندي طموح انه انا حاسس انه انا حكون هون، فبس بهذا المجال. بالنسبه للراتب، دائما الراتب انا ما لازم اعطي رقم، بس انا بنفس الوقت لازم انا اكون عندي درايه بالرواتب ياخذوها المنشأة. هون احنا دائما اذا انت مثلا دائما في شيء اسمه القيمه، قيمتك انت قد ايه، تمام؟ القيمه دائما يعني نحن دائما لا بننزل لتحت، يعني اذا انت بلشتي من تحت بعمرك ما بقى تطلع لفوق، تمام؟ انه انا بس المهم اشتغل. وبنفس الوقت انا ما اعطيك شيء كثير عالي بعيد عن الشيء الموجود. فانا مثلا اذا كان مثلا بعيار مثلا خلينا نقول 50,000 كانت تاخذ، وانت عم تشاغل على حالك، دائما في شيء عندي يتصل القيمه الماديه بشو هو السي في تبعك، قد ايه عندك خبره. هيك سأل شيء شلون بدي جاوب؟ ايه تمام. فنحن بنقول بين بين، يعني انا مثلا انا حابه اخذ بال 100,000، فانا بقول بين ال 75 وال 100، تمام؟ دائما ما بعطي انا مثلا ما بقول والله بين ال 50 وال 200، وانتم بيصيروا بيختاروا هن ايش بدهم، او انا مثلا انا كنت اخذ 50، انا بس المهم شغلوني اعطوني 50 وتحت، يعني على ال 50، فانت قلتي على ال 50 معناتها نزلت لتحت ال 50، تمام؟ فهي الفكره انه انا اعطي بين بين، بس لا اعلى بكثير انه هن يصيروا يدوخوا انه شو بدهم اعطي يعطوني، ولا اقل. أكيد دكتور، لك شكرا لك، وشكرا على المعلومات اللي قدمتينا اياها، ولكل الشباب والصبايا اللي حابين يقدموا على شغل. دائما الثقه بالنفس هي المفتاح حتى ندخل على قلب اي شخص واي مكان، واهم شيء الابتسامه. اكيد اكيد، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك، وشكرا للمعلومات اللي قدمتيها، وان شاء الله هيك يا رب كل العالم وكل الشباب يلاقوا فرصه عمل ان شاء الله يا رب. تحياتي.